السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة أولى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما تعودنا يا سنة أولى هنقرأ مع بعض القصة، ومن خلالها هنعرف احنا هناخد درس ايه. لعب كمال وكوثر مع كلبهما كوكي. تعب كمال وكوثر فجلسا على الكرسي وأكلا الكعك وشربا كأسا من الحليب. حد عرف يا سنة أولى احنا هناخد حرف ايه؟ هناخد حرف الكاف. حرف ايه؟ حرف الكاف. اشكال الحرف يا سنة أولى عندي قلنا 3 اشكال. عندي ايه؟ 3 اشكال. اول الكلام، وسط الكلام، اخر الكلام. عندي حرف الكاف اول الكلام بيمد ايديه ايه؟ بيمد ايديه الشمال. بيمد ايديه ايه؟ الشمال. وسط الكلام يا اما بيمد ايديه الشمال يا اما بيمد ايديه الاثنين ويطير زي العصافير. وفي اخر الكلام يا اما بيمد ايديه اليمين او بيفضل واقف لوحده، مش بيمسك حد خالص. تعالوا نشوف امثلة. زي في اول الكلام زي كلمة كلبو، وزي كلمة ايه تاني؟ كتبو. وايه كمان؟ كأسو. عندي وسط الكلام زي كلمة مكواتو، مكتبو، فاكهتو. وفي اخر الكلام يا سنة اولى زي كعكو، شباكو، اخ. هي دي أشكال الحرف. عندي تاني حاجة أصوات الحرف. أصوات الحرف يا سنة أولى إحنا عارفين إن هما نوعين، حركات قصيرة وحركات طويلة. الحركات القصيرة إحنا بنسميها كده ليه؟ علشان هي حركات أنا بنطقها بسرعة بخطفها. تعالوا كده نقرأ حرف الكاف. كاف فتحة كا، كاف فتحة كا. شفتوا انا بنطقها بسرعة ازاي؟ كاف كسرة كي، كاف كسرة كي. كاف ضمة كو، كاف ضمة كو. كاف سكون اك، كاف سكون اك. عندي امثلة زي كلمة كاف فتحة كلبو، كاف كسرة كتابو، كاف ضمة كتبو، كاف سكون مكتبو. تاني نوع يا سنة أولى عندي الحركات الطويلة. ايه هي الحركات الطويلة؟ الحركات الطويلة دي هي حروف المد اللي هي ألف واو ياء، ألف واو ياء. ألف المد تحب الفتحة، ياء المد تحب الكسرة، واو المد تحب الضمة. تعالوا نشوف أمثلة على الكاف فتحة وألف مد. كارم. كاف كسرة وياء مد، سكينة. كاف ضمة وواو مد، كتكوت. تعالوا نحل مع بعض. كون كلمات من الحروف التالية مع ضبط الحروف بالشكل. جايب لي صورة ايه هنا؟ دي صورة كلب، جايب لي الحروف ملخبطة وعايزني اكتب الحروف صح واشكلها. اول حاجة كا، كا انا نطقت حرف الكاف وعليه فتحة. كل، كل. تاني حرف اللام وعليه ايه؟ سكون. بو، كلبو. اخر حرف الباء عليه ضمة. شطار يا سنة أولى. تاني صورة، صورة سمك. صورة ايه؟ سمكو. اول حرف نطقته س، 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 السين فتحة. س، ما، ميم فتحة، كو، كاف ضمة، يبقى سمكو. اخر صورة معايا، صورة ايه دي يا سنة أولى؟ كتبو. يلا نكتب مع بعض. أول حرف كو، كاف عليها ضمة، تو،
ت عليها ضمة، بو ب عليها ايه؟ ضمة، يبقى كتب. وبكده يا سنة أولى نكون خلصنا درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.